مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف سيدة أعمال ناجح، ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر نجاحا رحبوا معي بمدام ميشلين، صاحبة ومؤسسة كونفينيرز. بداية أسعد الله أوقاتك. يا أهلا، هلا وسهلا. في البداية حبيت أعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ أنا من زمان بشتغل بالميديكال فيلد، وأكيد كنت أشتغل بالدول العربية، واخترنا دولة الإمارات العربية تحت اللي نشتغل نأسس فيها شركتنا كونفينرز. مدام، حابين نعرف أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها هنا. اوكي، نحن سي ام اي بروفايدر، كونتينوس ميديكال ايديوكيشن بروفايدر. نحن الاوفيشال لايسنسي اوف ديفرنت سوسايتيز، ميديكال سوسايتيز، اللي كان بامريكا اما باوروبا. منجيب الميديكال ايديوكيشن من عندهم للميدل ايست، واخترنا دبي بالامارات انه تكون هي مقر شركتنا، ونجيب هذه الايديوكيشن للميدل ايست عن طريق الامارات. نتعامل مع جمعيات إماراتية ميديكال، مثل مثلاً جمعية الأورام جمعية الإمارات للأورام، الأميريتس ميديكال أسوسيشن، الأميريتس أونكولوجي سوسايتي، الأميريتس توراسيك سوسايتي، مختصين بديفرنت اختصاصات، ديفرنت مجالات طبية. جميل. مدام، في ظل المنافسة الشرسة في دولة الإمارات، حبينا نعرف سر التميز والنجاح، كيف قدرتوا تكسبوا ثقة العملاء؟ نحن اللي بيميزنا انه بنجرب على طول يكون عندنا innovative ideas، ما يكون مثلا مؤتمر عادي اما ننظم اشياء عادي، لا، نكون في على طول في هيك نكهة جديدة. كتير مثلا اشتغلنا ب innovative ideas، مثل مثلا جبنا الجينيس وورلد ريكورد، ربحنا كذا مرة جوائز، كرمال هيك ميزتنا عن بقية الشركات. ونحن what we عطول نحن بنفكر فيه هي to under promise و to over deliver الـ events اللي نحن بنعملهم. ممتاز. مدام ميشلين، كسيدة أعمال ناجحة، حابين نعرف النظرة المستقبلية لك بعد 3 سنوات من هنا. يس، ان شاء الله. نحن صراحه انا 3 سنين، ووقتها بلشت الكوفيد معنا، سو التقليعه شوي كانت بطيئه، وكنا بس عملنا شفت لكل الايفنتس اللي عندنا صاروا كلهم فيرتشوال. هلا رجعنا لنا سنه، لا، عم نشتغل بقوه فيرتشوال واون سايت وان بيرسون وكل شيء، واكيد نحن نطمح حتى نكبر اكثر، يكون عندنا اكثر ايفنتس، نجيب اكثر ايديوكيشن. بالاضافه نحن اللي بنشتغله مع البيشنتس مش بس مع الحكماء، بنعمل اويرنس كامبينز للبيشنت حتى نوعي، وان شاء الله ان شاء الله يوصل كل هالاويرنس، توصل لكل كل العالم، مشان حتى نخفف الامراض بالامارات باذن الله العربيه. باذن الله، اكيد بتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، وتكبروا في المستقبل باذن الله. مدام احنا عايشين في بلد الامن والامان، دوله الامارات العربيه المتحده، شيوخ الدوله ما قصروا وقدموا الدعم والامن والامان، حابين نسمع رساله شكر منك لشيوخ الدوله. أنا أكيد بتشكر جميع الشيوخ بالإمارات والقادة الإمارات، وأنا بالنسبة لي دبي هي the smartest city in the world، أكيد بفضلهم، وهي أهم بلد بالمنطقة الميدل إيست تحت اللي نجيب كل هالميديكال إديوكيشن من العالم للميدل إيست. أكيد، وأكيد بنتشكرك على رسالتك، وأكيد بنتمنى دوام نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات، والله يطول في عمر شيوخ دولة الإمارات. مدام ميشلين، حابين نعرف كيفية التواصل معكم. أوكي، أكيد فيكم تتواصلوا معنا على الويب سايت www.convenors.me، وعلى كل السوشيال ميديا أكاونتس convenors.me. مدام ميشلين، شكرا كثير لاستضافتك لنا، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح بإذن الله. مشاهدي الكرام، ولهنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.